طيب تعالوا نروح لمداخلة مهمة جدا جدا مع واحد من الفنانين الجمال جدا وهو الفنان وائل جسار. برحب بيك معانا على قناة الأهلي، كل سنة وحضرتك طيب وإن شاء الله يكون عام سعيد على حضرتك وعلى الأسرة الكريمة كلها. مساء الخير حبيبي، مساء الخير لكل الشعب المصري الكريم والشعب العربي، وأنا بقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، يا رب تكون سنة خير وبركة على كل الأمة العربية، على مصر الحبيبة وعلى أهلها وناسها وحبايبها. يعني حضرتك طبعا يعني مش هنتكلم عن موهبه حضرتك ولا ادائك الرائع ولا صوتك الجميل جدا اللي اكيد بنستمتع بيه في اي مكان حضرتك تكون موجود فيه، لكن على المستوى بقى الشخصي الفنان الكبير وائل جسار يتمنى ايه في عام 2020 انه يحصل في مسيرته الفنيه ويحصل بشكل عام في مصر وفي الامه العربيه كلها؟ يعني اول حاجه بتمنى لبلدي لبنان السلام والخير للناس والطمأنينة، لأنه أنتوا عارفين أنه إحنا في ثورة في لبنان، ويعني ثورة كبيرة قوي، وحتى الاقتصاد يعني على وشك الانهيار، فنتمنى كل خير إن شاء الله. أكيد أهلنا في لبنان اللي أنا بفتخر بلبنانيتي. ثانيا أكيد بتمنى لمصر الحبيبة دايما ازدهار، ودايما يعني نشوفها بألف خير، طول ما ناسها بخير مصر بخير بإذن الله. وطبعا على الصعيد الشخصي بتمنى انه كل حاجة جديدة انزلها تنال اعجاب الناس، وبتمنى لأسرتي الصغيرة والكبيرة يعني الخير والصحة والسلام. طيب يعني انا مش طالع على حضرتك، لكن انا عايز اسالك سؤال سريع، هل بتتابع ماتشات كره القدم؟ هل حضرتك محب لكره القدم بشكل عام، ولا يعني ممكن يكون كده خفيف خفيف بما ان حضرتك يعني ارتباطاتك وشغلك هم اللي شاغلين حياتك الفتره الحاليه؟ في كره، تصدق بالله ماليش في كره القدم، انا ليا في التنس. يعني بحب التنس اكتر. طبعا طبعا. طيب فنان وائل جسار، نادال وفيدرر وجوكوفيتش طبعا طيب طيب طبعا يعني حضرتك موجود معانا على قناه النادي الاهلي، وزي ما حضرتك عارف جماهير النادي الاهلي موجوده في كل مكان في مصر طبعاً. وفي المنطقه العربيه، وهم دايما بيحبوك، فعايزين يعني نفتتح عام 2020 بمقطع كده من اغنيه جديده حضرتك هتقدمها لجمهورك، او اغنيه قديمه حضرتك عارف ان هي معلمه مع الشارع المصري، يا ريت كده يعني سريعا علشان ما اطولش على حضرتك، وانا عارف انك مرتبط باعمال كتيره، لكن يعني لازم ننتهز وجودك معنا على قناه الاهلي في يعني حته كده صغيره من الجمهور بيحبها. هنقول له بعد ما ارتحت روحي ليك، وعرفت طعم الدنيا بيك، مشيت خلاص وما قلت ليش انا عامل ايه، تنساني ليه بالله عليك، وانا قلبي حياته وروحي، وازاي هيجيله حبيبي النوم لو مش لاقيه. شكرا. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه يا فندم، حاجه طبعا زي ما حضرتك عارف يعني راينا يعني حاجه تحفه، حاجه روعه. اتمنى حضرتك التوفيق، واتمنى حضرتك النجاح، دايما بتمتعنا بصوت حضرتك الجميل العذب يعني، والله بجد كل سنه طيب وعام سعيد على حضرتك، وبالتوفيق وبالنجاح يا فندم. عليكم جميعا، ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخلي حضرتك الفنان الكبير الجميل استاذ وائل جسار.